سي عمر بو داود كان احد الناس الكبار تاع الثوره. احنا كي رحنا ندربوا من فرنسا، رحنا للمغرب باش ندربوا، كنا في 12 تاع الكوموندو، انا في لو ستاج دو كوموندو تاعنا في العريش. سي عمر بو داود استقبلنا دو بريمي جروب، كنا في ربعه، استقبلنا من بامبلونا في اسبانيا، بامبلونا حتى لمدريد هو معنا. سي عمر ما كناش عارفين اللي كان مسؤول ولا اش كان، لكن بليطار كي جانا بعد ما دربنا وخرجنا من التدريب في العريش، جا ونعرفنا اللي كان هو المسؤول الاول تاع لا فيدراسيون دو فرنسا. انسان مخلص، انسان مجاهد طيب. انا صغير باش نهضر على الشخص كيما هذا، خاطر هو النضال نتاعو بدا في من الحركه الوطنيه جوستومون، لا لا البارتي دي بوبل الجزائريان، كان في القبائل اللي جا مع كريم وربعه، وميم في 845 باش كرانا جوستومون في مواد مي، في 845 شدوه هو، خاطر قاموا ثاني تما في المظاهرات، إيبا شدوه وحكموا عليه عام حبس، ما 45 حتى 46 باش خرج. أقول في هذا اليوم يعني نفقد فيه قامة من قامات التاريخ، قامت من قامات الجزائر من المناضلين والمجاهدين المقاومين، يبان الحركة الوطنية، وكان من بين يعني مفجري ثورة التحرير الوطني، وكلف كما قرأ يعني التأبين، يعني كلف بتنظيم الثورة في عقر دار المستعمر الفرنسي، يعني كان مكلف بتقريبا أوروبا، في فرنسا، في ألمانيا، في بلجيكا، وكان همه الوحيد هو الجزائر، يعني كان يعني يحب الثورة ومبادئها ويحب الجزائر وشعبها، ناضل وجاهد من أجل الجزائر إلى أن وافته المانية. الآن بقات الرسالة نتاعهم هذه المجاهدين. فقدنا يوم الخميس الماضي واحد من مجموعة 22، في هذا الخميس كذلك نفقد قامة من قامات تاريخ الجزائر الذين حبوا الجزائر ودافعوا عليها وجاهدوا من أجلها وفنوا كل حياتهم من أجلها. الآن بقات هذه الرسالة معلقة على أكتافنا، أن نجعل منها يعني جسر للمحبة والصدق والإخلاص والوفاء وزرع الأمل.